صباح الخير. صباح النور جدا. الاقي عندك اوضه فاضيه بليز؟ حضرتك حاجزه؟ لا. طب حضرتك معاكي حد؟ لا. مش مهم تحجزي يا فندم، استاذ حضرتك بس ممكن البطاقه بس اشوفها؟ لا. باسبور؟ معانا باسبور؟ برضه لا. كارنيه النادي وانا همشي الدنيا؟ لا. والله عليك لا سكر، بس الحاجات دي كلها راحت فين يا ست بنات؟ نسيتهم في القاهره. طب اجيب لك حاجه تحلفي عليها ولا اعمل ايه؟ حضرتك يا صعبتي عليا قوي. خلاص انا هشوف اوتيل تاني. باي. لا لا استني يا فندم قبل باي وكده لا ما ينفعش، حضرتك برضو كيوت و... طب سؤال يا فندم، حضرتك معاكي اسامي الجواز؟ لا انا اصلا مش متجوزه. دي احلى لا فيهم. نعم. قصدي يا فندم انا قعدت معايا واستشرتني، فقلت ازاي اسيب بني ادمه جميله زي حضرتك كده كيوت ساذجه رايحه اوتيل من غير اي تحقيق شخصيه وتلف بقى على الاوتيلات، يقول لك معاكي تحقيق شخصيه؟ تقولي لا، يقول لك مش هتلاقي بره، انت رديكي تعملي في اختك؟ لا. انا عارف انت هتقولي لا بالظبط يا فندم، فانا بقى بالنيابه عني خدت قرار معايا ان انا اقعد حضرتك في الاوتيل على مسؤوليتي الشخصيه، ويعني لو اترفدت ما تقلقيش انا هاخدني على جنب وراضيني، بس اهم حاجه يا فندم احنا مش متجوزين احنا سنجل. سنجل. سنجل حلوه الدنيا سنجل. خلصني؟ ايه ده؟ عدنا بنت اتزان ايه؟ عقل ايه؟ بس مش مهم يعني هايله 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 لما جميعه. برافو برافو ادهم. برافو ايه يا عم انت؟ ده سكنها من غير ما ياخد منها بيانات شخصيه. يا مستر غلاب يا مستر غلاب، حضرتك المفروض تكون اكتر واحد فهمت انا عملت كده ليه؟ فهمت ايه؟ هو عمل كده عشان اتكلم جد. انت ادهم يا نهار ابيض، ادهم بيتغرك على عروسه؟ انا بحبك قوي يا ادهم. ميرسي جدا يا فندم، بس انا مش عامل زي حضرتك بقى واخد عموله والجو ده. لا احنا هنلقح على بعض يا ادهم، عيب عيب، ده انت ابن ناس ومتربي، هنلقح على بعض. حاضر يا فندم. مش قصدي غلاب. عرفت بقى اسمها ايه؟ عيب يا مستر فارس، انت موقف اسيل 7 سنين في الريسبشن، ده انا فخر الغردقه، اسمها سلمى ومش متجوزه. سلمى؟ سلمى. مش متجوزه كمان؟ مش متجوزه وسلمى. سلمى يا سلمى تعالي يلا، ده انت بجد تجنني. عايز اقول لك حاجه، انا تعالي يلا ما تخافيش اطمني، كلمة مزنوقة عندي. يلا تعالي يلا ده انت كتير يا جماعة. اسمع بقى، الله في كلمة مزنوقة في بقي. يلا 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 ادهم، عايز اقول كلمة يا ادهم. سوري مستر غالب، لا اله الا الله. سوري فندم، اتفضل اتفضل. سوري فندم، كنت عايز اقول لك يعني انك انت اخذتك من اول نظرة. ايه يعني خلاص قلتها؟ يلا يلا يلا. سوري يا جماعة والله بندمج، انا اسف. صوتك حلو، عامل ايه؟ خدتني من اول نظره، سلك لي السكه بقى. لا اسف، ارفض ارفض انط على اي شغل زميل برنس معك. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مش هينفع ما دام هو اللي سكنها لك، هو اللي كمل المشروع. انا متفائل بيك قوي يا ادهم. يا فندم يعني ميرسي جدا على الاطراء الجميل، بس انا ليه وجهه نظر. النوع بتاع سلمى ده بيحب الراجل اللي واثق في نفسه، يخش هو يعمل كل حاجته، يعني عارف حضرتك كده ايه، من غير واسطه. في حاجه يا جماعه؟ اكمل ولا ايه؟ اكمل عادي يعني، من غير واسطه، من غير عارف كده، ما يبقى في حد في النص ما بينهم، لان الاحساس بيبقى تقول على البدله. يا جماعه انا بكمل كلامي، فهو بيبقى ال سلمى يلا يلا يلا. ايه الفيلم ده؟ وريني كده، مش شايف انا كده، مش هشوف. ما انا النضاره معظمه دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اجري هات لي سكينه حاميه بسرعه. ايه ده؟ هو حضرتك عرفت؟ عرفت ايه؟ والله انا اول مره اكل من اكل الجست، بس انا كنت جعان. بتاكل من اكل الجست؟ مش قصدك على كده، انا قصدك على 500 جنيه اللي خدتهم من الخزنه. وكمان سرقت 500 جنيه من الخزنه؟ ما هي كانت مفتوحه، فانا كنت بقى. روح هات لي سكينه حاميه بسرعه، سكينه كبيره. حسك حلو، معايا سكينه، معايا مطوه. مطوه؟ ايوه. ماشي بمطوه في الاوتيل ليه؟ استنى بس. يو. ده سلاح اخضر. هي دي المطوه بتاعتك؟ ايوه. ماشي. وماشي بيها ليه بقى؟ بيني وبينك الاوتيل مسكون. مسكون؟ ايوه. صوتك ما تعليش صوتك كده. وعرفت منين؟ انا هقول لك، وانا ماشي بلاقي الشجر بيتهز والبيبان بتفتح وتقفل لوحدها، لما باجي قدامه يفتح، امشي يقفل. حاضر، ربنا يشفيك يا حبيبي. بص، مخصوم منك شهر عشان الجست وعشان 500 جنيه. خلاص خلاص، ولا امشي امشي. مساء الخير يا فندم. تهيألي السكينة دي هتساعدك أكتر. شكرا. إيه ده؟ أنت بتقطعي الأكل حتت صغيرة؟
انت مالك انت؟ يعني اصلا لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي انا هخلي المدير بتاعك يجي ويرفدك. لا انا ماليش مدير، انا مدير نفسي. نعم يا اخويا. فارس قنديل صاحب الاوتيل. وصاحب الاوتيل جايب لي السكينه بنفسه يعني؟ يعني انا ما بعملش كده مع اي حد عشان خاطرك انت بس. ميرسي. بس برضه لسه ما عرفتش انت ليه بتقطعي الاكل حتت صغيره؟ انا بحب اقطع كل حاجه في حياتي صغيره كده. مش معقول. انا كمان كده. ده غريبه قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا تحت أمرهم عشان يقولوا لي لازم تجهز في 5 دقائق. بعدين في الكهرباء اللي مكهربة نهاري دي هالصبح. ادخل. إيه يا مولانا أنت لسه ما خلصتش؟ خلصت أهو يا سيدي. طب يلا يا مولانا، العريس والعروسة قربوا يخلصوا غدا. هو أنا هجوزهم ولا هجيب لهم الحلو؟ والله أنت اللي حلو يا مولانا، انجز بقى. إذا هو مبروك يا عم. عقدتك اتحلت خلاص. عقبال ما تتحل عقدتي انا كمان. ايه وتتجوز وتديني تيبس؟ اهو النقي ده اللي بيبوظ الجوازه كل مره. لا ما تقلقش يا مولانا، الموضوع المره دي ماشي زي السكينه في الحلاوه. متاكد؟ اي يو ار شور؟ عيب عليك يا مولانا، ده انا سعيد. عمري قلت لك حاجه وحصلت؟ ابدا. شفت بقى؟ يعني اكلم ام العيال اقول لها تجهز العشاء الليله دي. ايوه خليها تستناك على العشاء، بس ما تحددش انهي ليله. الله ينور عليك، حددت المشكله. يلا يا مولانا بقى عايزين نفرح شوية. يلا. هو يوم بس يوم بس يوم. هو ايه؟ هو يوم بس يوم. بس خلاص يلا اتفضل قدام. يلا يا مولانا. انت ليه جاي الغردقة لوحدك؟ بابي مات من اسبوعين. البقاء لله. ما قدرتش اقعد في البيت لوحدي فجيت. طب ومامتك؟ الله يرحمها بقى يعني ماتت وانا صغيرة، بس بوبي كان كل حياتي. I'm sorry. واضح كمان ان مالكيش اخوات، والا كان زمانه يبقى معاكي اخ او اخت، مش كده؟ ماليش، لا عندي عم واحد فرح قوي بالميراث اللي بوبي سابهولي. انا بكره الناس اللي بتحب الفلوس، بكره الناس المادية، بكرههم. انت بتكح كتير ليه؟ انت عيان ولا ايه؟ لا 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 انا كويس، انا كويس، انا مش عيان ولا حاجة، بس ليه ما فكرتيش يعني ترتبطي او تتجوزي بعد ما بابا مات؟ هو مين اللي هيعوضني عنه؟ ها؟ مين؟ مين هيعوضني عنه؟ ما هقول لك، بس على فكره انت ممكن تقولي الجمله يعني بشكل تاني برضه، ممكن تقلب الطريقه. يعني هو مين اللي هيعوضني عنه؟ اهو كده انت. انا ايوه. على فكره بقى ممكن ربنا يكون جايبك الغردقه مخصوص عشان تقابليني. عارفه ليه؟ عشان ممكن نتجوز. تتجوزني؟ وبسرعة. ايوه بس انا انت ما بتعرفش عني حاجة. لا بص انا عرفت كل اللي يهمني، بتقطع اللحمة حتت صغيرة وبتزعقي كده وبتقلبي الحاجات يعني خلاص مش محتاج حاجة. ايوه بس انا ما اعرفش اي حاجة عنك. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجة، بعد ما تعرفي كل حاجة نتجوز على طول. انا عمري ما شفت جوازة بالسرعة دي بصراحة. على فكرة عادي، احنا كده ممكن ندخل موسوعة جينيس اسرع جوازة في العالم. الله موت بابا صعب. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجة، بعد ما تعرفي كل حاجة نتجوز على طول. الو ايوه فارس، انا فكرت في اللي انت قلت عليه ووافقت. لا بس في حاجات لازم نتفق عليها الاول. ما هو مش هينفع في التليفون. بص انا هقولك على المكان اللي احنا هنتقابل فيه. طيب بس البس بدلة الفرح بس وبسرعه. باي. لا في احلى. فريده بحبك ما بتحبنيش، وانا من غيرك ما بعرفش اعيش، وحبك زي ما نعيش. ما نعيش ايه يا اخي؟ حرام عليك، ده انا كنت خلاص قربت اكل اي حاجه بتمشي قصادي. انت
فراخ البانيه اللي انت طلبتها. تسلم. بسم الله. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا سعيد يا سعيد، كل ده عشان ما رضيتش اجيب لك وجبه تانية على حسابي، مش كده يا عم؟ لا خلاص، حركات دي بقيت متعود عليها منك من زمان. امال ايه؟ حادثه اتوبيس المنيا. بالسياحه؟ اتوبيس مجانين. نعم، مش فاهم. شويه مجانين هربوا من عنبر الحياه الخطره، وهم بينقلوهم الفرع الجديد لمستشفى المجانين. هربوا ازاي؟ الاتوبيس عطل فجاه، سهوا الدكتور والتمرجي وخمسه منهم هربوا. ما جابوهمش حد دلوقتي؟ لا، لسه مطلوقين في الشوارع. يا ساتر يا رب. الحمد لله الحمد لله ان ده حصل في المنيا ما حصلش هنا. الله اعلم. في ناس شافوا منهم اتنين راكبين اتوبيس البحر الاحمر، فالظاهر هيجوا كده هنا الغردقه يقضوا لهم يومين. هم جايين يقضوا ديوس؟ ما ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ يعني يغيروا جو بدل المستشفيات اللي هم قاعدين فيها ديت. بقول لك يا سعيد، انا مش عايز حد في الفندق يسمع الكلام ده، انت فاهم؟ ليه؟ اوعى تكون انت اللي هربتهم من المستشفى. هربتهم ايه يا عبيط انت؟ انا مش عايز اقول الكلام ده في الفندق ونعمل زعر وقلق ومش ناقصه اصلا. طب ازعق كده ليه الصبح؟ لا ما فيش حاجه. اصل سعيد جايب لي فراخ وحشه جدا، يعني مش عارف، وانا جعان جدا جدا. حتى بالاماره سابها لك كلها. ثلاث ثواني، ثلاث ثواني لبيتك قصاد يا سعيد هتشوف هعمل فيك ايه. منك كلها. فريده قامت نايل. ايه الشياكه دي؟ يا سلام يا واد يا فروسه، مقفوله ولا مفتوحه؟ مالي فرحان قوي كده؟ يمكن عشان فوري جت بقى هاخد الفلوس. شكلي حلو انا بضحك؟ لا امسك نفسك. الو حبيبتي، والله لسه كنت في سيرتك مع نفسي دلوقتي. اصلك وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انا خمس دقايق وهكون عندك. ماشي، بس اوعى تتاخر. تعالي بس على الاوضه عشان عامل لك مفاجاه حلوه قوي. مفاجأة؟ لا طالما مفاجأة أنا جاي حالا. باي. سيدي يا سيدي، إيه الشياكة دي كلها؟ إيه رأيك يا غلاب؟ عريس بقى؟ يعني خلاص أقول مبروك؟ وأمن لي على المأذون من دلوقتي. لا اطمن، واخد خبر وفرحان أكتر منك. استريح لفين؟ تروح لسلمى، عايزين نتكلم في شوية ماديات كده. حلوة قوي، ما تبخلش عليها بأي حاجة. أنت مهما دفعت دلوقتي أنت الكسبان بعدين. لا لا لا، انا حاسس ان انا احبها، وبعدين الموضوع مش مكسب وخساره وماديات وكده. تصدق بالله نفس فلسفتي في الحياه، مسائل الماديه دي اخر حاجه افكر فيها. والله افتكرت كان في 3000 جنيه مصاريف نسائيه بس كده. لا بقول لك ايه، ده كده هتبوظ المود بتاعي. يلا بينا، يلا نروح لسلمى. ان شاء الله. اتفضل. 3000 جنيه ايه بقى؟ ايه كنت قاعد انت وادهم ورا المكتب بتتودودوا على ايه؟ لا معلش، دي اسرار رجاله ومحرج عليا، ما اقولهاش لجنس مخلوق. خساره يا خساره يا سعيد، وانا اللي كنت ناويه ادي لك تبس لاول مره في حياتك. قولي والله. لا خلاص بقى، انت مش عايز تقول لي كنتوا مخبيين عليا ايه؟ اتوبيس عطل في المنيا وهرب منه خمس مجانين، اتنين منهم جايين هنا الغردقه. يا نهار ابيض، ايدك على التبس. تبس ايه؟ مين الاثنين المجانين دول؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني. داري الوالد، داري الوالد، مش عايزين البنت فريده تبص لنا في الجوازه. على قول سلمى طوالي. هي اللي نحسانه فعلا. هو مش ده مستر فارس؟ هو لابس كده ليه؟ هيكون ليه يعني؟ رايح يصطاد مثلا؟ انت عايز تقول ان هو هيتجوز الليله دي؟ عقبال ما تتجوزي انت كمان يا فريده. مين؟ ربنا هيشيل لك نصيبك، تبقي انت حلال والف. هو هيتجوز مين؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني. عرفتني ليه مش بحب الورد؟ لا ما هو باين من الرومانسيه بتاعتك طبعا. الله، ملوش ريحه. هو انت كنت عايزه ورد بريحه؟ لا خالص، انا اصلا ريحه الورد بتعملي حساسيه. مش معقول، انا زيك بالظبط، انا قلبي كان حاسس. بصي بقى يا سلمى، يظهر ان في حاجات كتير مشتركه بيني وبينك. تشرب ايه بقى؟ لا ما انا مش جاي الضيف، انا فهمت منك في التليفون ان انا جاي اتفق على تفاصيل الجواز. صح. طيب ها
عايزين ننزل بقى نشتري الشبكه. لا الشبكه دي هديه من العريس، انا ما اقدرش اختارها. ايه ده؟ بتتكلمي جد؟ طب على الاقل اديني رينج اتحرك فيه. لا انا ما اقدرش احدد ثمنها برضو، يعني دي هديه. لا 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 انت بجد انت ملاك، انت كنت فين من زمان؟ بس ملحوقه ملحوقه خلاص كده؟ لا لسه فيه، لسه فيه المهر والمؤخر. المؤخر ده بقى انا مش هتكلم فيه خالص، انا اصلا ما اقدرش استغنى عنك، مش شايف حياتي من غيرك. انا مش هقدر على كده. طب والمهر؟ زيه زي الشبكه برضه ما اقدرش اتكلم فيهم يعني. سلمى انت كده بتحرجيني. لا انا كده بحبك. ايه مش حاجه. ايه يا بابا مالك؟ بصي خلي كلام الحب والحركات دي كلها بعد الجواز، بس بصي هنبقى حنينين شويه، يعني اهدى شويه كده. يلا بينا بقى، المأذون مستني. ماشي بس قبلها بس غمض عينك عشان عاملاك مفاجاه حلوه قوي. سلمى بقى سلمى، يعني بصي خلي الحاجات دي بعد الجواز هتبقى احلى. انا يعني انا مستعجل بس بعد الجواز. غمض عينك بقولك. حاضر. كده اللي انت واقفه في اللوبي فريش كده، احس ان هو عايز سوري فريد ناس، بس الباي شد عليا جدا. انت بصي عامله ازاي النهارده؟ يخرب بيتك. سوري هو ايه اللي حصل؟ كنسلت الحجز. ناس والله ما اقصد، والله العظيم ما اقصد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. حسن باشا فين صوره البنت اللي قلتي هتوريها لي؟ بنت ايه؟ انت مالك؟ مالك؟ ايه؟ متاكده انها هي دي اللي هربت من اتوبيس مستشفى المجانين؟ نعم. المفروض انت اللي هتاكد لي المعلومه دي. طلبنا صور من المستشفى جت مش مظبوطه، بعتنا نجيب صور تانية. صور تانية؟ دي على ما تجيب الصور التانية تكون عملت مصيبتين عندنا في الاوتيل. خلاص هتصرف، طلع لي بياناتها. يا فندم حضرتك موجود وانا اطلع بيانات؟ يا فندم انت بتختبرني. احنا هنقفل مواد البونبوني، بقول لك بياناتها. بيانات مين يا فندم؟ البنت دي. اه تصدق الفلتر حلو؟ فلتر انا اسف. هفردك على بتاعه الفطير اللي انتوا شغالين عليه. اسف خلاص، هو بس للاسف فعلا البنت دي ملهاش اي بيانات عندنا خالص، بس في حاجه انا ممكن اجيب لحضرتك ويلكم درينك عشان كل مره بتيجي ما بتشربش معانا حاجه. يا عدوي. عدوي مين انت؟ انت لسه هتنده. عايز اقول لك على حاجه، انت عارف ان ادهم سجلها في الاوتيل من غير لا بطاقه ولا باسبور ولا حتى عربيه. اثنين. يبقى انت بقى اللي هربتها من مستشفى المجانين. هي مريضه نفسيه يا فندم. بتاخد كام على الراس يا ادهم؟ راس؟ والله باخد حاجه على الراس. اعترف. حاضر يا فندم. حاضر حضرتك، انا شفتها بنت حلوه ولوحدها، فقلت تنفع عروس الفارس بيه مش اكتر والله. بس كمان عايز تجوزها الريس بتاعك؟ ايوه يا فندم عشان خاطر يورس. طب والنبي روح الحقها بسرعه قبل ما تتجوزها. طبعا لازم الحقها. حسن باشا منور الاوتيل كله والله، شكل حضرتك النهارده كده رايق وفرحان وسعيد كالعاده. انا حاسس ان حضرتك جاي النهارده تقضي ويك اند لطيف عندنا. عارف حضرتك راجل ذوق ومحترم واخلاق، اوعى تفتكرني بقول لك كده عشان اخد منك حاجه. لا انا عايز 200 جنيه تذكار امشي بيها مكان البطاقه. سعيد بطاقتي ضاعت. قول لي مبروك يا ولا، قول لي مبروك. اه والله العظيم خلاص النهارده فارس هيتجوز وهستلم العموله ان شاء الله واسدد كل الديون اللي عليا. قول له ماما معلش الاربع شهور بتاعت الجمعيه دول هدفعهم، انت عارف ربنا يخليك. بقول لك ايه، انا قلقان قلقان والله، يطلع لي اسمه زهدي ده يقول لي بقى انا عايز حق في الضرايب في الورث ولا النيله اللي بيعملها كل مره دي. سلامه سمير. شوف انت تقول زهدي تلاقيني قدامك على طول، ابن حلال مصفي غلاب. انا عايز حق الضرايب في الورث اللي انتوا ورثتوه. والله العظيم لسه جايب سيرتك بكل خير. يا سلام. انا عايزك تطمن، انت بس اتكل على الله دلوقتي تروح البيت. آه. وان شاء الله اول ما فارس هيتجوز ويستلم الميراث. هدي قوي يا غلاب. غلاب اخر كلام عندي، انا عايز حق الضرايب في الورث اللي انتوا ورثتوه، تمام ولا مش تمام؟ ماذا والا هسجنك واسجنه. الله استاذ غلاب. نعم انت تاني في ايه في اليوم الاخبر ده؟ عايزك دقيقه. عايز ايه؟ اخلص قول لي. ايدك على التبس ولا زي كل مره؟ يا سعيد انت مش واخد مني 2 جنيه من قيمه اسبوعين؟ يا ساتر 2 جنيه من قيمه اسبوعين؟ يا نتنتك يا اخي. عينك في عيني كده؟ انا كذاب؟ انا عمري شفت منك حاجه. اخلص يا سعيد، عايز مني ايه؟ اخلص. انا عرفت ان مستر فارس هيتجوز واحده مجنونه. لا 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 كذاب. بقول لك ايه، المهموس ده من فريده. فين فريده؟
شفت فريده؟ الله يخرب بيت فريده لبيت المهموز. سلام يا عم. يا عم خليك معانا، دي مجنون على خفيف. لا ربنا يعينك يا غلاب بيه، انا عايز حق الضرايب ديليفري. سلام. لا يا راجل والله هتقطع فينا. يا ساتر ربنا غوره في داهيه. ايه ده؟ يلا ايدك. اهلا سعيد. انا كنت عارف من الاول. عارف ايه؟ انا غلطان. ايه النجالين دول؟ انا عايش في مرستان هنا ولا ايه؟ اهم حاجه زفت زهدي ده غرف داهيه. شفت؟ شفت اخره عمايلك؟ كنت فاكرني هسيبك تخوني مع صاحبتي واسكت؟ طب اتجوزتني ليه لو انت بتحبها؟ ولا اتجوزتني وبعد كده حبيتها؟ ولا ما حبيتهاش اصلا وكل ده عشان عينك زايغه؟ كنت فاكرني مش عارف ولا مش بريك عارف ولا ما اعرفش احط نفسك مكاني؟ كنت هتعمل ايه لو خنتك مع اعز صحابك؟ اقل حاجه كنت قتلتني، وانا هدفعك الثمن، هخليك عبره لكل زوج ندل وخاين وعينه زايغه. ايوه يا فندم، وصلت سعادتك صوره البنت اللي بعتها على الواتساب؟ ايوه حضرتك بعتها. جمعه مباركه. ايه يا فندم؟ دي نونه صغيره، انا بتكلم على الكبيره اللي تحتيها. ايوه هي دي. متاكد حضرتك ان دي حلاوتهم؟ حلاوتهم؟ على فكرة اسمها سلمى عادي، يعني مش حلاوتهم خالص. مش وقت نفسانة بنات، مش عايز اسمع نفس. طيب. ايه يا فندم؟ لا يا فندم مش ليك لفريدة. خطبت مين يا فندم وانا عارف انام؟ نركز في حلاوتهم. ايه؟ هي دي حضرتك اللي كلت ودان جوزها؟ وقطعته حتت صغيرة وعبيته في كيس زبالة؟ يعني حضرتك الدكتور بتاعها قال لسعادتك ان مش دلوقتي، قال لسعادتك إن, ان 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 انها تعمل كده مع اي حد يطلبها للجواز. طيب يا فندم اقفل. فريده وقعت. عن اذنك يا فندم، عن اذنك. فريده، فريده، انا عملت اللي عليا. لا بقى، انا هقطعك حتت صغيره عشان ما تبهدلش الدنيا. دم شفت انا خايفه على الاوتيل بتاعك ازاي؟ بسم الله الله اكبر. ايه ده سلمى؟ صباح الخير. صباح الخير. واحنا اتجوزنا؟ احنا في صباحيه. صباحيه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ مش انت طول عمرك نفسك في صباحيه مختلفه؟ انا ما اقدرش ارفض لك طلب. بسم الله الله اكبر. ايه ده مجنون؟ هتعمل ايه؟ يا رب يا ساتر. والله وقعت يا حلاوتهم. دي سلمى. سلمى؟ سلمى يا سلامة، اسمها حلاوتهم وهربانة من مستشفى المجانين. أنا ما عملتش حاجة، هو اللي كان عايز يقتلني. امسكوها كويس. يا جودة. يا باشا. جايب الممرضين ولا العيال كبرت؟ اللي لقيتهم حضرتك. هنحاول نخليها تعترف على بقية المجانين اللي كانوا معاها في الاتوبيس. على الله بقى يا فندم، المجانين دول ما يطلعوش بنات. ايه؟ ما نفسكش في بنتين كده مجانين يجوا المنتجع هنا يا نمس؟ ها؟ لا طبعا ما نفسيش، انا بقيت بخاف من خيالي. بس الحمد لله احنا جينا في الوقت المناسب. لو كنا اتاخرنا كنا جينا لقيناك كل حاجه لوحديها. الحمد لله. بس دي كيوت قوي، انا ما كنتش متخيل انها كده. ايه؟ اتخدعت فيها؟ انا اللي اتخدعت فيك. انا هبطل الشغلانه بسببك. مفيش في الغردقه غيرك. ليه يا فندم؟ انا عملت ايه؟ انا اسف انا تعبتك معايا الفتره اللي فاتت، بس متشكر جدا. لا شكر على واجب. جودت باشا خده. ثانيه واحده، ياخد مين؟ في حاجه غلط. غلط ليه؟ الساطور في ايدك وفي اوضه البنت، يعني شروع في قتل وتحرش. تحرش؟ مش كنت في اوضتها بتعملوا ايه؟ جلسه كهربا. يا فندم دي هي اللي كانت هتموتني، الساطور كان معاها وانا خدته منها. بقول لك ايه، أنا كنت فاكرك محترم فارس قنديل، طلعت للأسف حمد الوزير. لا 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 يا فندم، أنا مش جودت باشا. خدوا أستاذ حمدي. حمدي يا فندم. فندم اسمي فارس. شكرا سعيد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.
سعيد بقول لك ايه؟ انت متأكد الكرافتة العبيطة اللي انت ملبسها لي دي الناس مش بتضحك عليا كل شوية لما بيشوفوني بيها؟ عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجة قبل كده وجلدت. ما هو ده اللي قلقني. يعني انت متأكد دلوقتي لما اخش على فريدة تشوف الكرافتة دي هتنبهر كده وتعجب بيا ونتجوز؟ طبعا، البنات اللي زي فريدة بتحب الشكل المطرقع، لبس المجنون. بقول لك ايه؟ البس النضارة اللي انا جبتها لك. صح، هي اساسا مطرقعة واكيد تحب كمان الحاجات المطرقعة. ولا هبقى مطرقع سعيد. مطرقع سعيد؟ يا سلام بقى، لو الشورت المشجر اللي انا جبته لك كمان يبقى طقم حكاية. لا الطرقعة مش الدرجة ده سعيد، بس انا حاسس انها مطرقعة فعلا، بس مش شايف اي حاجة خالص يا سعيد. مش مهم تشوفها بعينيك، المهم تشوفها بقلبك، باحساسك. اسالنا انا. انت صح يا سعيد، مش مهم اشوفها بعينيا، المهم اشوفها باحساسي، اشوفها بقلبي وتحس ان انا مطرقع. انا بحبك يا سعيد، بحب فيك اللي انت ساعات كده ليك افكار بتبقى نيره يا سعيد. اه والله سعيد، انت ما بتردش عليا ليه سعيد؟ ده انا هطرقع لك طرقعه يا سعيد، وانا غلطان اصلا. لما انا البس دي انا استاهل اللي يجرى لي يا سعيد. فعلا الحب بهدل. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم ما مصدق بقى فارس الشاب المهذب الجميل يترمي على برج الحجز من امبارح. المشكلة يا متر إن هو من امبارح ما بيردش على موبايله. إزاي هيرد على الموبايل يعني هو في التخشيبة؟ يا عم أنا مش عارفني، أنا رحت التخشيبة قبل كده. منها لله، منها لله، والله ما بتنزل لي من زور فريدة دي، مش هي اللي بلغت البوليس؟ إيه ده؟ مستر فارس جه؟ لا يا راجل. آه والله، الحمد لله على السلامة يا فندم. يا أهلا يا أهلا، كفارة. كفارة زنت الشباب، سجن الرجالة. عقبال العودة إن شاء الله. سعيد قصدي يعني ألف حمد لله على السلامة. تقول إيه؟ غلاب يا سبحان الله يا أدهم، الدنيا ضيقة، نفس الزنزانة كنت قاعد فيها، نفس لا ادوني زنزانة تانية على البحر. لا كذاب، اللي نط ده اسمه شريف وكان عايش معاه بزنزانة كده. البنت المجنونة دي ما رجعتش الأوتيل هنا تاني؟ هترجع إزاي بعد ما قبضوا عليها؟ يمكن هربت منهم. لا ما تخافش، حتى لو هربت من المستشفى مش هتقدر تهرب من هنا. ما تقلقش خالص مسيو فارس، المهم دلوقتي إحنا نطلع نستحمى عشان ريحتك اللي تقرف. إيه ده؟ إيه الأسلوب الغريب ده؟ لا عيب، عيب والله العظيم، في احترام أكتر من كده. يلا يا سيدي، اطلع استحمى عشان ما تعدناش، مش ناقصين قرف. هي البراغيث ده إيه اللي بيطلعها؟ لا سهل، أنا هجيب لك أمجد يحميك بالجاز ويمرشك بفرشة السجاد. يلا أمجد، يلا استلم. إيه ده؟ انت غلاب؟ ايه؟ شريف. شريف؟ شريف يا امجد، امجد يا امجد. قوم رش يا ابني، قوم طهر، قرش يا حبيبي، قرش على قرش يا عدو. بس انت بتخدعني يا حبيبي في ايه؟ لا اتفضل قرش كويس، قرش كويس، قرش كويس. ايه في ايه؟ ساقعه يا اخي، ما تخليني اعرف اكشف عليك. اهدى شويه. انا بهرش، تكشف ايه؟ انت استحميت كم مره من ساعه ما خرجت؟ سبع مرات. سبع مرات ولسه بتهرش؟ اصلك ما شفتش البراغيث اللي في الحجز، كل برغوت وبرغوت قد كده. بقول لك ايه، ممكن تبعد شويه؟ ابعد عني شويه لو سمحت. انت كده اتعديت بمرض جلدي. مرض جلدي ازاي يعني؟ يعني جرب يا اخويا. جرب وبتقولها في وشي؟ يا مستر فارس، انا الدك بتاعك، يعني لازم اصارحك بالحقيقه. تصارحني ايه؟ ده ناقص تقول لي ايامك في الدنيا معدوده. لا يا اخي. يا اخي ما دخلناش في الغيبيات دي، دي بيد ربنا. انت مين بتعيش؟ مين بتموت؟ يا عم هو انت دكتور ولا شيخ؟ ما تكتب لي مرهم ولا اكتب لي اي حاجه. يا كوتش فارس، انا ممكن اكتب لك المرهم وفعلا هيريحك لمدة شهر، لمدة شهرين، لكن للأسف الجرب هيرجع لك تاني ومتفشي في مناطق عديدة. فرحانة قوي ليه يعني؟ اهرش لي، اهرش لي. لا ابعد، ابعد عني، لأنك أنت للأسف هتتسجن تاني. هتسجن ليه؟ هو أنت جاي تعالجني ولا تسجنني؟ اسمعني بس يا مستر فارس، أنت لو فلتت من قضية البنت المجنونة اللي كنت عاوز تقتلها، مش هتفلت من قضية الضرايب اللي إن شاء الله هتتسجن بسببها بإذن الله. اطلع بره، اطلع بره فارس، اطلع بره. والله العظيم ازعل منك، انت مش دكتور اصلا. اطلع عند اهل الدكتور بجد. وايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ماله اللبس ده؟ لبسه واحد مريض مش دكتور. ما تقولش كده يا عم، قوم. اخص عليك، اخص عليك يا فارس، وانا اللي جاي اساعدك. طب نصيحه اخيره بقى، على فكره انت محتاج محامي يكون قلبه قوي وما بيخافش من العدوى. اطلع بره يا مريض. غور من وشك، غور من وشك، والله العظيم غور من وشك. ميسيو شكرا يا عدوي يا عسل. ايه القرف ده يالا؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ لله الامر من قبل ومن بعد. راح على فين يا مولانا؟ على بيتنا، كفايه عطله لغايه كده. اديك يعني سيبنا اكمل المشوار ده لوحدي؟ انت كمان لم هدومك وتعالى معايا. لا 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 مش هيأس، لسه فاضل كتير قوي على مهله قنديل بيه. صاحبك مش هيعرف يلاقي عروسه في المهله دي. لا العروسه موجوده. مين؟ سلمى. سلمى المجنونه؟ الله، هو انت رامي ودنك معانا هذا على طول كده اهو؟ يلا روح شوف شغلك، يلا غرفه داهيه. انت فعلا هتجوزه البنت المجنونه؟ وطي صوتك يا مولانا،
هما مش رجعوا البنت يجوا مستشفى المجانين؟ لا هيعالجوها هتبقى زي الفل. هتتعالج ازاي قبل المهله ما تخلص؟ لا ما هو هيتجوزها الاول وبعد كده يعالجها براحته. هيتجوزها ازاي وهي في المستشفى؟ انت مش فاهم، الوصيه مش بتقول ان العروسه لازم تبقى عاقله. يعني هي مجنونه وهو جربان، هجوزه ازاي وهو جربان؟ لا ما انا عامل حسابي عشان تعرف بس ان انا بحبك. جوانتي. جوانتي؟ طب ما تخلي الجوانتي ده يجوزهم وانا هستناك هنا. سلام على افكارك يا مولانا. يلا مولانا يلا ما تتهمنيش. يلا حبيبي لله الامر من قبل ومن بعد. عريس والله، والله عريس. راح فين ده؟ اهو بس اللي لقيتك يا فارس. والله ايه ده؟ ايه اللي بيقع ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده انت شكلك اتربيت قوي. اوعى تقرب لي، الدكتور قال ان هقعد سنتين كده. سنتين؟ والله شكلك اتربيت بالعند فيا. يا عم انت عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي؟ شوف انا من اول ما شفتك حطيتك في دماغي، لكن والله صعبت عليا. ده انا كنت ناوي اروح لك الاسم. وتجيب لي عيش وحلاوه. ها؟ لا كنت هجيب لك كشف الضرايب اللي عليك. يا عم مش غلاب قال لك انا ما ينفعش ادفع اللي عليا غير لما اتجوز الاول؟ هي في عروسه رادها تتجوزك؟ طب همتك معايا بقى، شوف لي واحده. ان شاء الله، وانا اشتغلت خطبه من بعد الظهر. إيه؟ صدق انت تشبه الخطبه. صدق والله عندك حق. وبعدين ما المصلحه واحده. صحيح المصلحه واحده. شوف انا عندي عروسه ابوها كان عليه ضرايب، اول ما عرف ان عليه ضرايب فلسع مات، هي انتحرت. دي اتجوزها فين بقى؟ في الاخره؟ لا ما هي محاوله انتحار فاشله، وباذن الله هتنجح على ايدك. يعني يوم ما تجيب لي عروسه تجيبها لي نص ميته؟ ما نعمل ايه، هي في عروسه هتفضل بواحد جربان زيك. بس بقى يا عم يا اخي بقى كفايه. يا نهار اسود. قرش لي قرش لك ايه؟ انا عايزك بيرش. اوعى تعالى عندي.